عندنا في دولة الإمارات إنجازات كبيرة وكثيرة، لكن أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان. نحن مو بعايشين عشان اليوم بس وباكر، نحن عايشين نأمن أحفادنا مش إلا أولادنا، أمانة هاي في رقابنا. جودة حياة الفرد والمجتمع أولوية راسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومهمة عاجلة ومستدامة على سلم الأجندة الحكومية، نؤديها بكل مسؤولية على مستوى الوطن ولأجل المواطن. نعزز الخدمات ونتبنى المبادرات لنحقق أفضل الإنجازات، التزاما بقناعة أننا جميعا مسؤولون عن الجميع. أطلقنا الاستبيان الوطني لجودة الحياة 2020 بثلاثة مستويات رئيسية، وهي دولة متقدمة ومجتمع مترابط وجودة حياة الأفراد، وأربعة عشر محورا فرعيا تمثل مجالات الإطار الوطني لجودة الحياة، 300 سؤال رئيسي وفرعي، 10,000 مشارك على مستوى الدولة، 66.4% من مواطني دولة الإمارات، و 33.6% من المقيمين من مختلف الجنسيات. أكثر من 200 مسؤول حكومي شاركوا في ورشة حكومية متكاملة استعرضوا نتائج تقرير حالة جودة الحياة. تكاتفت الجهود لرفع منسوب جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 7 قطاعات استراتيجية تقاسمتها 70 جهة حكومية بفرق عمل عملت كخلية نحل، وأطلقت ما يزيد على 700 مبادرة تعزز السعادة وجودة الحياة. ذلك ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في عام جائحة كوفيد-19، في عام الاستعداد للخمسين، ومن أجل مئوية الإمارات 2071. رغم كل التحديات تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تشريع باب الأمل. بتقرير حالة جودة الحياة نضيف لبنة ارتقاء إلى صرح السعادة الذي تشيده قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة، ليستظل به الجميع في وطن التسامح والتعايش، وطن زايد الخير، نحو مستقبل أجمل وجودة حياة أفضل. نسعد معا بالعمل معا من أجل الوطن، من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة.